يا الله، تحياتنا شباب، تحياتنا لكل متابعينا. هاي عندي ثلاث خامات علوازيات نفس مكان الطير اللي صدناه قبل يمكن يومين لو ثلاثة. ذمة نفس المكان، أمانة الله نفس المكان. الطيور مكانهم صعب كلش، فلوس للحراس وفلوس للصياد يعني قوة. يلا حصلناهن، حصلنا ذاك اليوم اثنين، واحد بعناه على المية وأخوه ضميته إلي. حصلنا هاي ثلاثة قبل يومين صاد لياهن، يعني ويا اليوم صار ثلاثة أيام. هاي ثلاثة نفس المكان ذمة، اثنين حايلات كلش كبار، يعني هذا كلش كبير، يعني الطير حجم خشونة وعمره هم كبير الطير هذا، يعني ما اعرف الله يعلم بعد اكثر من 5 سنين 4 سنين ما اعرف. هذا لا، هذا سنة تقريبا، هذا تقريبا سنتين او ثلاثة، يعني هنا حجمهم صاير بالتدريج، هذا اكبر شيء، هذا شوية اصغر ذاك اصغرهم. المهم الطيور والله صار يومين انا جاي احاول وين حتى خليني فتحن ما يفتحن، لان ذني الطير الوحشي كل ما كان اكبر كل ما شوية صعب بالفتحة مالته. بينما هذا الصغير مالته لا والله اول ما علقته حكى الطير، وهسه راح تسمعون صوته، صوته حلو، حنجرته قوية كلش، طير حلو حاد. هذا واحد، هذا راح ينطي رقم ثلاثة، هذا الصغير مالتين، هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين. هذا قبل يومين اول ما جاب لي الصياد، اول ما عزلته بالاقفاص شمر لسان الخوف، هسه راح اخليكم اياه بالمقطع. ذبه مرتين اللسان، بس لسان تحفة، فالشي خنق رهيب محترم. وعزلته اليوم ذب لسان غير شكل، بس لسان بعد احلى، يعني بينكهة، هسه راح تسمعوه ان شاء الله. هذا لا والله دبس لسان واحد، هذا الكبير مالته قوة حكينا، يعني الموبايل تقريبا 7 دقائق يلا حكى، سمعت صوت طيرة يلا حكى. فعندنا رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة، وسعر التك على 100 قفل شباب بدون احراج. تحياتنا.